موضوع صحي متعلق بالنساء اليوم رح تطرحه روى مع ضيفة باستوديو عالم صباح. على صحة السلامة. صباح الخير روى. صباح الخير غيدة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم موضوع بهم كل النساء والحقيقة من كل الأعمار، لأنه مرات منفكر أنه اليورينري انكونتيننس أو السلس البولي مثل ما بنقوله بالعربي، أو إذا فينا نقول بالعامية ارتخاء بالمبولة، هو بس بيطال السيدات الكبار بالسن، لكن رح نشوف أنه لا، في أعمار أصغر ممكن تعاني من هالمشكلة وتعاني بصمت بدون ما تحكي عنها. رح نحكي عن هالموضوع مع ضيفي دكتور لبيب رياشي، وهو جراح نسائي وأخصائي بجراحة المبولة والحوض النسائي. أنت رجعت مؤخرا من أمريكا، فهي إشارة كتير مهمة أنه بهالأوقات الصعبة اللي نحن كتير بوضع نفسي تعبانين كلبنانيين، البروفيشنالز والاختصاصيين عم بيرجعوا على البلد وعم بيعطونا امل انه لا، بدنا نكفي وبده يضل عندنا كوادر طبيه كثير مهمه، وحتى بكل القطاعات، كوادر بكل القطاعات. فاهلا وسهلا فيك. فعلا هذا الشيء بيسعدنا عم نشوف انه في ايمان كبير بلبنان. طبعا اجمالا اليورينري انكونتيننس او السلس البولي مثل ما بنقوله بالعربي، بدنا شوي نرجع نقول ليه بيصير، يعني عم نقول انه بيصير عند سيدات باعمار اصغر مختلف. طب ليه ممكن تصير عندهم؟ السؤال اللي طرحتيه من اهم الاسئله للنسوان بحيال بلد بالعالم. اول شيء بدي اشكرك على الجافه اللي اعطيتونا اياها، لانه بامريكا فوق 16 مليون نسمه من الجنس اللطيف، يعني النساء دي يسافر من هالشغل، بيعانوا من 16 مليون and it's on the rise، يعني وعلى الطلوع، وبأعمار مختلفة وأنا من أول ما بلشنا التوعية بستيتس وبلبنان لحتى عم نوعي النسوان من كل الأيجز من كل الأعمار أنه يجوا ويحكوا عن هالشغلة لأسباب متعددة، بس فينا نقول أنه مالتي فاكتوريال، يعني بتجي من كذا عدة أسباب مع عوامل. منها هي الأساس بيكون العمر والإنسلت للبلفيك فلور، يعني شو بيصير لهالحوض عند النساء يلي هو بيحمل المبولة وبيحمل بيت الرحم وبيحمل الخروج. هيدا الحوض وقت بيصير في حبل وبيصير في تخليف كمان، ولادات متكررة بيصير بيرتخي، بيصير في ارتخاء، ما بيرجع الالاستيسيتي هي ذاتها، ما بيرجع السبورت هو ذاته، وكمان اذا يعني حدا ببطل في هالسبورت هالدعم الموجود اللي هو قبل كان يدعم هالاريا بالحوض يلي بتمسك المبوله والانبوب اليوريثرا يلي طالع من المبوله يلي كل حدا بيعمل بيبي منه، النساء يلي عم نحكي عنه. فإذا الارتخاء بالحوض أو التغير بوظيفة الحوض هي اللي بتسبب هالارتخاء بالمبولة أو الهبوط بالمبولة وحتى بيت الرحم وحتى ويلي بيسبب هالقصص هي التخليف، العمر، إذا واحد عنده constipation يعني ما بفوت إمساك مزمن وبيدلوا يشد، إذا حدا بيشتغل بمحلات بيشغل كتير، بمعمل بيشتغل بأشغال يدوية في عنده تقل مجهود كبير بده يعمله، مجهود كبير يعني الحمل. في كذا مرة بيجوا لعندي بيقولوا إنه خلفنا البيبي من شي شهرين وهلا عم نحمل البيبي، وإحنا عم نحمل البيبي بلشنا نحس إنه في بيبي عم ينزل. رح أعطيكي مثل، جيني مريضة من شي جمعتين وعم بتقلي بتعرف انه اذا صارت هالشغله لجوزي كان صار هل فروز اوفر، يعني كل شيء قامت وقيامه، انه هيدي اذا كانت خربت الدنيا، خربت الدنيا بالعربي. قلتيها مزبوط. وقت المره بتشي سفرز وبتعاني من هالشغله بتعاني مع السايلنس، يعني ما بتحكي عن هالشغله بصمت، وبتروح وبتقول طيب وبقولوا لها العمر وبسيطه وبركي احسن بكره بصير، وروحي وبلشي شدي واعملي هيك وبركي ويلا، وبتمرق سنه سنتين ثلاثه وبتزيد الشغله، وبعدين عم بتعاني، بتصير المراه باكتئاب ان ديبرشن. وهيدي القصص ما بتصير بس وقتها بتجي نحن بنحكي عنها هلا، لانه المراه حملت البيبي، بتصير عملها مراحل وبتزيد وقتها. بتصير انا بقولها للمراه طيب عم بتصير لك مش هيك، طيب يعني مره او اثنين او ثلاثه بالجمعه، طب من سنتين صارت لك قبل؟ لا. طب بتفكري انه هيدي الشغله نورمال؟ مزبوط، ما انها نورمال وعم بتزيد. يعني صفت انه عم بتتعود المراه انه تصير هالشغله وتقول هيدي شغله منيحه. هون طب شو المؤشرات الاوليه اللي بدنا نقلها لكل مراه تنتبه لها؟ يعني لانه مثل ما قلت ممكن تصير مره مرتين بالاسبوع، تفكر انه
هذا شيء طبيعي بالصدفة، حادث يعني مزبوط. او مصادفة، شو بدنا نعطيها المؤشرات الاولية؟ هي المؤشرات اللي عم بتقولي الستريس انكونتيننس، وقتها بيصير في انكونتيننس بيروح بينزل البيبي بلا ما واحد يحس انه لازم ينزل البيبي، فيها عوارض وعوامل بتأدي لهالشغلة، مثل ما حكينا انه التخليفة والولادات يعني. والعمر والشغلات، هلا بدك تتعود على كلمة ولادات. مزبوط. ايه بلبنان ايه. بس ذا فاكت انه وقتها بتصير الشغلة عم بتصير عم ينزل بس قصدي مثلا مؤشرات بمعنى مرات ممكن ضحكت تلاقي صار في تسرب للبول، مش بس الحمل، ضحكة سعل، وهلا جاي الفلو سيزن يعني وقت واحد بيعطس كثير وقت بيعمل هيك. رح اعطيك اكزامبل من كمان من شي 10 ايام، اجتنا مريضه بلشوا يعملوا زومبا، يعني عمرها 32 سنه، بلشت تروح على الزومبا كلاس، بلشت تعمل رياضه وتعمل جامبينج وتنط وهيك، وقفت هي وعم بتنط صار في تسرب بنص شو اسمه، وقفت فاتت على الحمام وبلشت تبكي. عمرها 32 شو صار معها؟ هي وعم تعمل زومبا صار في انسنتيف للبريشر تعلى للضغط على البلادر، وارتخى الانبوب يعني ما في عنده سبورت ونزل بيبي. نعم. من اي عمر ممكن تظهر هالعوارض دكتور؟ انا بامريكا نحن كنا نشوف لحتى بعمر ال 20 22 23، اذا قبل الولاده؟ لا اذا بيكون عندها ولدين مثلا. نعم. لانه بيكون في كثير نسوان بخلفوا بكير وبيتجوزوا بكير واوقات بيصير معهم هيك، خصوصا اذا كانت الولادات متقاربه يعني ورا بعضهم. مزبوط مزبوط. بس في نسوين بيولدوا ما بيصير شيء معهم وبعدين على عمر الخمسين والستين بتبلش الشغله، لانه بيكون السبب الارتخاء. نعم. يلي بيكون بالسبار بال تبع الحوض. طب فيها تعمل شيء المراه تحمي حالها قبل ما نوصل للعلاجات وللجراحه؟ فيها تحمي حالها، ونحن جايين لنوعي النسوان كيف يحموا حالهم. في طرق بنعمل فيزيكال ثيرابي، علاج فيزيائي للحوض النسائي. بس هيدا ما بينعمل، بينعطى ورقه وبتروح المراه بتعمله بالبيت وشد المحلات اللي لازم تشديها لتعمل اكزرسيس، مثل ما بتعمل اكزرسيس للبطن وللبايسبس وهيك، في اكسرسايزز للبلفيك فلور، نعم بلفيك فلور ثيرابي. بس لازم نوجه المراه يعني ما لازم نستحي بقى، بس نفحصها للمراه بنخليها تحس اي مسل شي هاز تو كونتراكت تستعملها. وفي كمان عنا بالتيم يلي عم نعمله بامريكا وهون، في عنا تيم كمان بيكمل هالشغله، في اخصائيه بالعلاج الفيزيائي الفيزيكال ثيرابي، بتقعد مع المريضه وبتعمل لها ديجيتال اكزام فحص وبتفليها تعمل ايدنتيفيكيشن للمصل تبعها، تعرف اي تعرف عضل اي مصل لازم تشدها. مثلا تعطيك اكزام. وهذا الشيء موجود بلبنان؟ ايه موجود. بلشنا نوعي ونخلي انه هالشغله تكون اكثر، لانه اذا المراه بتشد العضل يلي بالبطن ما بتشد العضل يلي بالمصل يلي بالبلفس، مش ما بتستفيد، بتزيد البروبلام. هي عم نعطي بريشر على البلادر بس ما عم نعطي بريشر على اليوريثرا يلي هو الانبوب يلي طالع تنوقف البيبي انه يطلع. بقى بصير في كونتراديكتوري افكت يعني. لازم حملة توعية ونخلي المرأة تواكب هالحملة. طب فينا هلأ نخبر المشاهدات عن التمرين ولا صعبة؟ لازم تكون عم يعني عم بيكون في حدا عم بدلها، يعني فينا نقول أي عضلة هي العضلة اللي بتوقف؟ أنا بفضل وقت الحكيم يلي بيكون مرتاح المريضة والمريضة بتكون مرتاحة مع الحكيم، بيعملوا ايدنتيفيكيشن لهالمسلز اكزاكتلي وبيمرنوا، وبترجع الأخصائية بالعلاج الفيزيائي تبع الحوض النسائي بتكمل هالتمرين مره بالجمعه على 4 5 مرات. وبعدين المريضه بتصير تعرف تعمل ايدنتيفيكيشن لهالمسل وبتعملها لوحدها. هيدي تو بريفنت ات فروم جيتينج ورس، انه ما يصير اكثر وقايه. او من الاول اذا واحد بحس انه خلف بيبي بنعمل دغري افتر تخليفه البيبي بعد 6 اجماع. حتى لو كان الولاده قيصريه سيزاريان في احتمال، مثل ما قلنا هلا فينا نخلف 3 سيزارين وبعد 5 6 سنين الارتخاء مع العمر بسبب هالشغله. هي مش بس عمليه الولاده، هي تقل خلال الحمل. هي عمليه الولاده بس تقل كمان كونتريبيوتينج. بس وقت واحد بيخلف من الفاجينال اريا بيكون الانسلت اكبر، يعني بيكون الضغط اكبر، ضرر اكبر. ضرر اكبر طبعا. مزبوط. طبعا. فاذا هو الوزن والتقل خلال الحمل والولاده. مزبوط. سواء كانت طبيعيه هلا القيصريه فاذا عندها احتمال. مزبوط. يعني تنقول انه اللي بتقول انا مولدي سيزاريون لا ما حيصير لي هيك، بدها تنتبه. بدها تنتبه. وبعدين العلاج هلا ما بيكون 100% مع شو اسمه، يمكن تتحسن 30 50 60 70% وبعد سنتين ثلاثه يمكن بتصير اكثر. بس الحلو فيها انه علاجها لحتى السيرجيكلي اذا بنعالجها بطريقه جراحية هي علاج بياخذ بين ال
خمس دقائق وال15 دقيقة حلو ماكسيموم. وقد ايه نسبة النجاح؟ 90%. اوه بالعيادة بيصير؟ لا ما في شيء بينعمل بالعيادة. نحن بنعملهم بأمريكا ان اوت بيشنت امبيلاتوري سيرجيكال سنترز. هون بلبنان فيك تعمليه بالمستشفى او باوت بيشنت سيرجي سنتر. اذا هي عملية جراحية هون عم نشوف صورة صغيرة بس بتبين انه بدنا نشوف اول شيء بينحط مثل تيب او شريط. بس قبل التيب اذا فينا نشوف الصورة يلي بتعطي شوية ضحكة على 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 البروبلم. مرقت بس نرجع بنشوفها انه الومن ار ناو مالتي تاسكينج يعني بيقدروا يعملوا كذا شغله. بيقدروا يشقلوا وينطفوا ويعملوا فرد وقت وتسعل وتسعل وتنزل بيبي فرد وقت. تنقول انه عم نسخفها للشغله بس هي شغله كثير 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 كئيبه اذا بتصير والمراه بتعيشها وما بتعمل لها يعني متابعة. طبعا طبعا التيب يلي بدنا نشوفه هلا انه هيدي اكزامبل اذا بتمرق الصوره نعم. عن انه هالتيب بينحط تحت الانبوب يلي بيطلع من المبوله ومنقص 1.5 سنتيمتر يعني سنتيمتر ونص بس تنحط هيدا التيب الصغير مع السكسس ريت من 90%. العمليه لازم نقول انه عندها كومبليكيشن كل مره بنحكي عن عمليه ما بنحكي عن مضاعفاتها واهم شيء كل عمليه عندها مضاعفات مزبوط. ونحن اذا بتعرفوا انه بامريكا ما بنخلي حدا يفوت على العمليات انما نخليه يعبي 4-5 ورق وكل ورقه يكون مأكد من كل شيء 30 سطر عن كل شيء بيصير. هيدي العمليه اللي بتنعمل فيها less than 1% يعني اقل من 1% كومبليكيشنز او مضاعفات يعني 99% اتس سيف بروسيجر اذا بتنعمل من كمان حكمه يلي بيعملوها كثير منا مختصين اوف كورس ما انه تنعمل مع مره بالسنه او مرتين بالسنه في اخصائيين بيعملوا هالشغلات اكثر نعم وأكثر. اكيد وكثير مهم انه يعني يكون الطبيب متمرس فيها للعمليه في اختصاصات سبيشالي. بدي اسالك هل في استعداد جيني او وراثي لهالموضوع يعني في سيدات عندهم احتمال اكثر؟ لا جينيتك ما في ما لها علاقه. فاذا هي العمليه نمط حياة أو شو تعرضت هالمرأة خلال حياتها مزبوط. أوكي. مزبوط. طيب عندنا هبوط المبولة والرحم مزبوط. كمان هيدي بيعانوا منها كتير من كتير بيعانوا وهيدي الشغلة يلي بتخلينا أكتر نعيش بكآبة لأنه هبوط المبولة والرحم وبدنا نكمل هبوط المحل وقت بيطلع الخروج كمان منه هول ثلاثة هن ثلاثة الأورجن سيستم يلي هن موجودين بالحوض بالحوض ويلي معقول ينزلوا معقول ينزل واحد منهم اثنين منهم أو ثلاثة منهم سوا وإذا بينزلوا لدرجات بيكونوا واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني ستيج 1 2 3 4 إذا بتشوف الدرجة الرابعة شيء ببكي يعني المره توصل لهالستيج وما يكون حدا عم بيعمل لها يعني تقريبا هاي الاعضاء صارت برا كلها بتطلع من شيء شهر ونص عملنا عمليه لمره عمرها 84 سنه عندها كل هالستاج يلي لبرا بتعمل 4-5 مرات بالنهار بنتها بتساعدها بالبيت والنيرس تتفضي بيبي بتحط لها انبوب صغير بقلب الانبوب تبعها تتفضي بيبي لانه ما فيها كل شيء طالع لبرا. طيب هيدي المره بعدها بتلعب بريدج بتعمل الشيء اللي بدها عندها حياتها وما فيها تروح تعمل تطلع خروج مزبوط وما فيها تعمل بيبي ليش بنتركها لهالمرحلة؟ في قصص بنقدر نعملها جراحة ومش جراحة في قصص بنحطها تنحط سبورت بنسميها باسري بنحط جوا وبنحطها وبننظفها وبنرجع بنغيرها وفي جراحة بنعملها بتاخذ بين ال 30 مينتس للساعة وفاجنالي يعني المرأة بال 84 ما بدها تكون اندر فول انستيزيا ما بتنام بوقت العمليات بنج موضعي بنج موضعي من البوتم داون ريجنال انستيزيا وبنعمل لها العملية وبترجع لحياتها الطبيعية او next to normal يعني عندها voiding بتصير تعمل بيبي مزبوط تعمل كاكا على الأقل أحسن من الوضع اللي كانت فيه قبل. طيب هيدي المرة يعني عاشت 5 سنين هيك بهالحالة لأنه عملنا لها العملية أكيد تغيرت حياتها نحن بدنا نوعي هلأ بتقولي لي بس مش كل العالم ستاج 4 درجة إيه مشان هيك هون توعية إنه نشوفهم وقتها ببلشوا ستاج 1 and 2 بالعكس أحسن ما هيك ما هيدي هيك مشان هيك نحن بنفحص المرضى يلي بيجوا لعنا على certain age للعمر معين أو بعد حالة تخليفة هن واقفين أول شيء ما بننيم المريضة وقتها للفحص النسائي بنعملها هي واقفة وبنسألها إنه تتعطس وبنسألها تتشد
نزول تنشوف اذا في ارتخاء وهبوط بالمبوله او هبوط بالبيت الرحم او تبع الخروج. بهالحاله لما بيكون بستيجز اوليه يعني بمراحل اوليه مزبوط. بيكون التدخل علاج فيزيائي و وزيت الشيء بنمرنهم اول شيء على الفيزيكال ثيرابي اللي حكينا فيها. يعني نحن عندنا تيم وهيدا التيم بيكمل بعضه. واذا هالثيرابي منا عم بتخلي المراه تحس مزبوط ساعتها وعندها عوارض يعني البيبي مأثر ما فيها تفضي مزبوط. ونتذكر اذا المبوله قاشطه ببطل المراه تقدر تفضي بيبي. اذا ما بتقدر تفضي بيبي مزبوط مثل بلبنان مثلا عنده واحد محقن وعم بيسقى منه، اذا ما بيفضح المحقن على الاخر بيجي اخر السنه شو بيشوف تحت؟ بيشوف غشاء من بكتيريا. طبعا بعدين بصير في التهابات التهابات بالمبوله زي الشيء اذا ما بتفضي كثير بيجي البكتيريا بندخل بسايكلز وبعدين بصير في اكثر واكثر اساس. اللي احنا عندنا سب سبيشالست بامريكا بنهتم بهالوضع بس بدنا بلبنان عندنا ولا بلشنا وعم نبلش فيميل بلفيك ميديسن اند ريكونستراكتيف سيرجري بس سبيشالتي يعني اكيد موضوع جديدة. ممكن نتكفي فيه كمان بغير أكيد. حلقات روى لانه أكيد. التوعيه مثل ما قلتي اهم شيء والوقايه كمان بهيدا الموضوع. انا بس بدي اقول بس المسج الاساسيه اي عوارض غير طبيعيه بتشوفوها بتسرب للبول اسالوا عنا اسالوا عنا عبكير لتاخذوا نتيجه افضل على المدى الطويل. اهلا وسهلا فيك دكتور ياجي. شكرا لك روى. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا مع الشيف حسين ومن بعدها مع لما. خليكن معنا.